ساحات واسعة تغمرها المياه ويحيط بها الكثير من القصب والبرد، يرافقها جمال المشاهد التي تحتويها هذه المساحات. إنها أهوار العراق التي تستمد سحرها من خلال جريان المياه واحتوائها على العديد من الأسماك والطيور، بعضها يعد من الأصناف النادرة. هذه المسطحات التي كانت تغطي مساحات كبيرة نتيجة توفر المياه بكميات كبيرة وتسير بين جداولها وسائل تقل صيادين الأسماك، تعرف هذه الوسائل باسم المشحوف. عادة ما يسكن قرب هذه الأهوار هم من المزارعين، حيث تعد هذه البقعة الجغرافية هي موردهم الاقتصادي الوحيد من خلال زرع المساحات بالكثير من المحاصيل الزراعية المختلفة إضافة لمهنة صيد الأسماك. لهذه المنطقة الجغرافية أجواؤها الخاصة عند الكثير من العراقيين وحتى من خارج البلاد، حيث عادة ما تتوجه لها الكثير من الوفود للاستمتاع بجمال طبيعتها الخلابة، سوى لتواجد وتنوع العديد من الطيور أو لتركيبتها البيئية، حتى جعل من منظمة اليونسكو أن تدرج هذه الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي. إلا أن في الآونة الأخيرة بدأ البلاد يعاني من شحة المياه بصورة كبيرة، حتى طالت الأهوار هذه الشحة مما أثرت عليها بشكل كبير وأدت لانخفاض مناسيب المياه فيها. لبرنامج كاهو جامر، كرر زيادي.